هذا ينضم إلينا عبر الهاتف حول هذا الموضوع حازم أبو شنب القاضي بحركة فتحة. أهلا بك سيدي، وهنا نتحدث حول الترقب الآن من قبل الدول العربية والإسلامية حول ما أعلنته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نية لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، كيف ترى هذه النية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا واضح أن النوايا الأمريكية هي نوايا شيطانية وليست إيجابية بالمطلق، هي نوايا شيطانية وتذهب باتجاه تأجيج الأوضاع في داخل المنطقة بدءا من فلسطين، ولكنها تطال كل المنطقة. نعم. القدس هي مدينة مقدسة ليس فقط للفلسطينيين ولكن للمسلمين والمسيحيين، فيها كثير من الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين العرب وغير العرب الذين تتواجد مقدساتهم في هذه المدينة. دونالد ترامب يتبنى فكرة متطرفة لدى مجموعة من المتطرفين الذين يحكمون دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هو صنف نفسه باعتباره متبني لهذه الجماعة ولهذه الأفكار على حساب الاعتدال وعلى حساب كلام الله. صحيح. طب هنا يعني سيد حازم، يعني لماذا هذا التوقيت بالتحديد الذي تدعو فيه إدارة ترامب إلى أن تكون القدس يعني عاصمة أو نقل السفارة الأمريكية إلى القدس؟ هل هذا التوقيت يعني طبعا أكيد أنه مخطط له في ناحية الاستراتيجية الأمريكية؟ شوف، يعني ما تفضلت به واضح. يعني أولا منذ بداية الحملة الانتخابية الأمريكية البعض قال لنعطي هذا ترامب فرصة حتى يعبر عن رأيه ونفهم ماذا لديه باعتباره شخصية مغمورة غير معروفة في عالم السياسة ولم يتعرف أحد. يعني أنا شغلت نفسي بالبحث بالفكرة اسمها عند الصحفيين ديجي عملية البحث المعمق، وبحثت في أصول هذا الرجل. هذا الرجل لديه عدد من المكونات الشخصية، الأولى أنه رجل أعمال وبالتالي يبني علاقاته الاقتصادية ومصالحه على علاقاته مع مؤسسات اقتصادية يهودية أو للوبي اليهودي الذي يعمل بنشاط في الولايات المتحدة وامتداداتها في إسرائيل وغيره. نعم. وبالتالي مصالحه معهم. الجزء الثاني هو لديه زوج بنته كوشنر من اليهود المتطرفين الذين على علاقة عميقة مع المتطرفين اليهود الذين يحكمون دولة الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي الإديوكيشن تثقيف هذا الرجل استند إلى التثقيف المتطرف من مجموعات متطرفة في داخل إسرائيل. صحيح. كيف تتوقع منه أن يتخذ إجراءات؟ ولذلك إذا حضرتك رجعت إلى تلك الفترة، يمكن أنا الوحيد كنت الذي حذر من أنه لن يخرج منه شيء عاقل ولن يخرج منه مبادرة سلام كما كان ينتظر منه البعض وكما صرح عدد من السلام. طبعا هو هنا في هذا الحديث طبعا يعني أستاذ حازم، هو أنه دائما المرشحون الأمريكيين ينحازون إلى اللوبي اليهودي الذي يسيطر على الانتخابات وعلى المصالح الاقتصادية بالتحديد. هنا يبدو أنه يريد أن يجامل إسرائيل في نفس الوقت. طبعا يا سيد الفاضل، دونالد ترامب يواجه إشكاليات كثيرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية وعليه قضايا على المستوى الإداري وعلى المستوى المالي وعلى المستوى السياسي وعلى مستوى الأمن وعلى مستويات كثيرة، وبالتالي إشكالياته هو اعتقد باعتباره غير متزن أنه بإمكانه أن يبرم اتفاقا أو يستميل اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة لعله يقف معه في هذه اللحظة.